عقد من الزمان مر على تأسيس ميناء خليفة بن سلمان الذي بات واحدا من أميز الموانئ وأكبرها على مستوى المنطقة والعالم ككل. ميناء أضحى شريانا نابضا بالحياة يضخ الدم بشكل مستمر في جسد الاقتصاد الوطني، فهو من يشكل حاضنا لمتنوع عمليات النشاط التجاري العملاقة من وإلى مملكة البحرين. في منطقة الحد الصناعية يستقر ميناء خليفة بن سلمان على مساحة 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة، مساحة جاءت موائمة لبناء رصيف بطول 1800 متر يحوي محطة للحاويات تقبع على مساحة 900 متر مربع، تنشط فيها 4 رافعات قنطرية تعمل على مناولة سفن الحاويات بعرض 61 مترا، ناهيك عن توفر مرافق أخرى لمناولة وتخزين البضائع العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب. طبعا الكثير من الإنجازات حققت في هذه الفترة. اليوم الميناء خليفة بن سلمان يعتبر هو البنية التحتية الرئيسية اللي تستقبل جميع البضائع والسلع اللي تدخل مملكة البحرين. 90% من هذه السلع تدخل من خلال ميناء خليفة بن سلمان. نمو في الحاويات بمقدار 54% خلال 10 سنوات اللي راحت، نمو في البضائع السائبة والعامة، وأيضا نمو في الواردات بمقدار 127 ونمو في الصادرات بمقدار 110%. فالحمد لله الكثير من الإنجازات. البحرينيين يقومون بدور كبير في إدارة الميناء. عندنا نسبة بحرنا 64% ونطمح أن تصير أكثر إن شاء الله في المستقبل. لكن إن الموقع الاستراتيجي الذي يمتاز به الميناء في منطقة الخليج العربي إضافة إلى قناة الدخول التي يضمها يمكنه من استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة، بالإضافة إلى تمركزه ضمن نطاق الخطوط البرية المباشرة المؤدية إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، الأمر الذي جعله مركزا إقليميا رئيسا لتوزيع التجارة في المنطقة. الحمد لله في البحرين عندنا زون جدا مهم، قرب ميناء خليفة بن سلمان من منطقة سلمان الصناعية، قربة من مطار البحرين، وأيضا قربة بخط مباشر مع جسر الملك فهد، يجعل المنطقة هذه منطقة جدا مهمة وجاذبة للمستثمرين من البحرين وأيضا من خارج البحرين. نسعى بكامل طاقتنا أن نيسر من عملية التبادل التجاري، رفعنا من كفاءتنا بشكل كبير جدا، وانتهينا مؤخرا من تركيب جهازين أشعة للحاويات، استطعنا من خلالها رفع معدل الأداء من 25 حاوية في الساعة إلى 120 حاوية في الساعة، وهذا رقم متقدم جدا عالميا. في الحقيقة بات ميناء خليفة بن سلمان مكانا نموذجيا للتبادل التجاري بين البحرين وباقي دول العالم، فمكانه الاستراتيجي يمنحه ذلك التميز، خصوصا وأن موقعه يأتي على جزء هام من بحر الخليج العربي، وهو ما يوفر جملة من الخدمات اللوجستية لمختلف الشركات العالمية التي تعتمد عليه في تصدير واستيراد بضائعها بشكل فعال. قبل ما يزيد على 10 سنوات وتحديدا في الأول من إبريل من العام 2009، تاريخ شهدت شمس يومه ميلاد ميناء خليفة بن سلمان ليصبح من لحظتها واحدا من أهم الموانئ الرائدة في مجال المسافنة داخل منطقة شمال الخليج العربي. 10 سنوات برهن من خلالها ميناء خليفة بن سلمان قدرته وخلال فترة وجيزة على أن يصبح كأحد كبرى الموانئ في المنطقة والعالم أجمع، فهو من بات منصة هامة تجود بخدمات لوجستية تقدم للقطاعات الحيوية كافة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.